عراقي عريقاني ومن اللي يوصل عراقي وبجذور الأرض ممتدة عراقي أظل غالي وظل أصلي عراقي والجيش العراقي حزامي لي تلقي القصائد وتمدح. يعني طبعا يعني اكثر مما كنت مشايل الحمل يصير علي حمل اكثر، يعني احس بيها تصير مسؤوليه مضاعفه. يعني من انت شاعر والناس ماخذ هيك صوره عنك تريد تقدم المزيد حتى فعلا تصل الى هذا المستوى من الوصف. ان شاء الله نسعى بكل ما نقدر ان شاء الله من اجل خدمه هالجيش وهالبلد. أكيد أنا اليوم شرفت بلقاء السيد الوزير، وكان لقاء رائع جدا، وكانت معنويات الوزير نستلهم منها لمعنويات الشعراء. كان توجيه السيد الوزير أن تكون القصائد بالدرجة الأولى لرفع معنويات المقاتلين، لأن المقاتل الآن على خط النار هي مسألة نكون أو لا نكون. العراق يحمل على أكتاف المقاتلين ويحمل على عاتقهم الآن، ومسألة مصير العراق بيد المقاتلين وبيد هؤلاء الشرفاء. فالسيد الوزير وجه أن يكون الإعلام موجه بالدرجة الأولى ومئة بالمئة للمقاتلين، وراح نقوم إن شاء الله، راح نتفق على عمل عدة أعمال نقوم بها لمهرجانات لرفع معنوية الشعراء وكتابة قصائد جديدة للمقاتلين من أجل إدامة زخم المعركة والوصول إلى النصر النهائي وتحرير كافة المدن العراقية إن شاء الله. دفاعي أدريكم أنا لصدري، دفاعي خط الصد ترى أنتم، دفاعي يا طيبين يا أبطال يا وزارة الدفاع، عراقيين والشي معربية، عراقيين والشي معربية.